يعني تقريبا بلشنا احنا من يوم 18/5 و19/5 بالتشغيل التجريبي للمرحلتين الثالثه والرابعه. عبرت مرحله التشغيل التجريبي ولا لا زال نضخ البعيد للفنادق اللي يخدمها هذا المشروع يعني واللي يخدم المرحلتين الثالثه والرابعه. الضخ راح يكون على خطين، الخط الاول هو خط 900 اللي هو يكون من الهارفه وصولا تقريبا يتجاوز منطقه الجمعيات، يعني ممكن ان يوصل الى بدايه القبله فيخدم هذه المناطق اللي موجوده على شارع بغداد. الخط الاخر هو خط الالف اللي يغذي المشروع اللي هو مشروع الجرمة واحد الجرمة اثنين، وهذه المشاريع بدورها أيضا تغذي المناطق اللي هي قسم أعتقد من الجمهورية وقسم من خمسين قسم أعتقد من زي. حاليا يتم تقريبا تصريف حدود 6000 متر مكعب بالساعة، يعني تقريبا حدود 3500 على خط 900 وأيضا حدود يعني 2500 إلى 2700 أو 3000 تقريبا على خط الألف. متى سيتم افتتاح المشروع رسميا؟ صراحة هذا الأمر متروك للوزارة، تعرفين جناب الشاري توقيتات يعني خاصة عند يعني عند الوزارة تحديدا يعني. بس أنا أريد أؤكد لك أنه المشروع أنجز والله الحمد في يعني طور التحضير للدخول إلى حيز الخدمة، وأصلا هو داخل يعني جاي ضخ ماي للمدينة يعني.